Sur l'actualité à 17h pour la suite, c'est toujours avec Hicham. So we are free. Donc,
reçoit. Pourquoi ça n'arrive pas? Donc on reçoit tout de suite et qu'on reçoit cet après-midi sur chaîne Inter. C'était Khayla, bien sûr, avec Zakaria Al-Arossi Kinsayin. Donc c'est le titre de cette chanson avec un vidéoclip en 3D. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Pourquoi quand vous le menez, tu allez, on est vraiment là comme ça. Parce que quand on est là, on a dit que nous sommes tous les gens qui sont dans la ville de Mohammedia. Parce que nous sommes tous les gens qui sont dans la ville de Mohammedia. Donc c'est Khayla. صباح الخير الحمد لله متشرفين مرحبا بك معنا شكرا بزاف وشكرا على الاستضافه وتبارك الله على الخدمه ديالكم الله يبارك فيك وعلى الافكار اللي عندهم باسكو لا سبيسياليتي ديالهم سي دو ار ان بي فو بريسيزي دونك ان ار ان بي على امريكان مي ماروكانيزي هذا هو اللي عجبتو خليك تهضر على شي زعما en tout cas non mais c'est ça parce que d'abord le vraiment donc la première sensation des casse-mère à quelque chose tiens ça c'est du travail parce que ma sœur je vais dire واحد le R&B à l'américaine واحد le texte مغربي donc tiens la langue exactement كلشي في الكتابه ou l'interprétation en tout cas خير الله ما جاش بوحدي puisqu'il est avec le complice ديالو لي voilà donc حتى هو donc la touche R&B à l'américaine il s'agit de Zakaria Al-Arossi مرحبا بك معنا سي زكريا وتبارك الله عليك يعطيك الصحه نيو ديال كريس براون واش راك تقول حال دابا ديالو باسكو فريمون دونك الى دو طالون حتى هو تلاقيتو بجوجكم الله يعطيكم الصحه لو سينجل اللي سمعنا دابا واللي كنا كنسمعوا دونك اللي بدينا به دونك كان ساين اللي عنده لو كليب اللي خرجتو له دونك عاودوا لنا شي شويه تكلموا لنا على هذا تكلموا لنا على هذا لو سينجل هذا دونك باش ندوي لك على الديسك كان دابا بدينا الخدمه ديالو دابا شي 2 سنين فهمتيني كنا ديجا حنا ثلاثه الناس اللي غنخدموا في هذا البروجي كان الاول زكريا اللي هو مول البروجي اللي هو اقترح علينا البروجي زكريا ماشي هو زكريا كان معنا واحد الدري كان واحد زكريا سلام قلت لك كان زكريا كان واحد السيد اخر اللي سميتو ايوب الروحي اللي حتى هو واحد لاح واحد ديسك ديالو جديد اللي سميتو حرشو عليا حرشو عليا لي برودكسيون ديالي انا اوسي البرودكسيون ديال زكريا العروسي وكنت انا دونك ايوب ما بقاش بان لي البلان في البروجي ما عجبوش ولا ما عرف داكشي بقينا انا وزكريا انا وزكريا بقينا خدينا راحتنا علاش حيت ايوب كان كيلعب واحد لو ستيل اللي مختلف علينا داكشي ديال فهمتيني مارش مغربي شويه مغربي داكور دونك فينالمون اللي هو ما بقاش في البروجي لقيتي راسك نتايا خير وزكريا في لو ميم ستيل وي فوالا لقينا راسنا غادي في خط واحد في خط واحد فهمنا دونك هذيك اللي ثقيل في الخدمه لدرجه انه كيمرض صراحه كنقول لك ديما ولكن ماشي ملي كتخرج الحاجه بلا ما نكذب عليك ملي كتخرج الحاجه كتخرج تبارك الله متقومه فوالا كتقتنع بها احسن بلو احسن طاجين هو اللي تيتغير الفاخ ايوا بقينا خدامين عليه دارت شي ديفيرون بزاف الاختلافات كانوا كنتبدلوا في الانستري الانستري كانت في شكل في الاول انا بديت كندخل لك في الدومين ديالك تدخل فين نتايا تبدلت الانستري من ناحيه الكتابه من ناحيه السوجي كل شيء كان الفكره ديال زكريا بروجي 100% ايوب زكريا العروسي دونك بالنسبه هو اللي اقترح كل شيء انا غير خدمت كتبت كتبتي لو تاكسي ديالك فوالا وحطيت معاه داك الشيء فوالا تو سامبلومون نمشي لعند سي زكريا العروسي كيسكو و رابيل كنت هي كتغني مي كومبوزيتور دونك كتبرودوي لا ميوزيك ديالك تو سامبلومون كدير الانتاج تو اي طون بروبر اللي داك ليسبري ديال ار ان بي اللي كنعرفوه حنا على الامريكان وتحط عليه ان تكست وسورتو تغني داك لو تكست بالمغربيه شنو هي الصعوبه اللي كاينه في هذه الاوبيراسيون هذه وي انا نكذب لك صراحه انا في الاول كنت نغني بالانجلي في الاول من بعد ني اكتشفت ان الناس ذكي كتعطوا اكثريا الاغاني المغربيه بديت كنحاول نلقى شي فكره باش نقدر ندمج هاد المغربيه في الانجلي وي فين خرج هاد السيري هذا ولكن حاولت هي شويه صعيبه Parce que tu es vrai, spécialiste l'anglais. L'anglais. D'ailleurs, on va donner une idée aux auditeurs. Donc, Something Right. Donc, ça, c'est un titre de Zakaria Al-Arossi. On va laisser rouler quelques secondes, Mr. Ishaq. Ouh, c'est right. Yeah. Néné, néné, néné. Moi, je suis d'Amaribi. Américain. Là, vous m'emmenez. Je suis d'Amaribi. Je suis d'Amaribi.
بازي سا ان فيت تبارك الله عليك هذا هو يا كيف ما قلت انا كنشوف راسي انني مغربي وغنبدا نحاول ندير شحال ليا ديال الهي بلا ما نحاول نخلط الماكله وندير مغربي ونبان مغربي ودير مغربي كانت شنو هي لا ديفيكولتي اللي كانت هي انك تحاول كيفاش تقدر تلقى كلمات على حسب لي زانستري هما انا كنصيب انسبيري من الهي من لي دون ليزونتريج باش انا نحاول ندير شي حاجه ديال كتبان لو غو ديالها كتبان مغربي ولكن كتسمع داك الشيء دارجه يعني فهمتي دونك سي سا ان فيت كتعرفوا شحال ديال الوقت خير الله وزكريا 5 سنين بلدي عمرك دونك بديتو او ميم طون ما فيناش او ميم طون لا انا كنت بوحدي في الاول كنت سولو كنت كنتقاتل اللعيبات وباقي حتى دابا كبيت لا انا غير واحد الميدان ديال واحد التقيش حط قاتل بشكل دونك بديت بوحدي في الدار وداكشي بس هاداكشي كنسجل وهادي كان واحد توجور اغلي من الاول لا راب وملي لقيت ان عندي ملي لقيت عندي واحد حيت شحال هادي في الصغر وهادي كانت عندي ديك كنت كنفهمتي الدار بحال هكا وهادي كنغني لهم كاظم الساير ام كلثوم وكان عندي واحد خويا فهمتي كبير هو كيسمع لا 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 لا, 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 لا عبد الحليم حافظ ام كلثوم فيروز فين شو كان عنده واحد البيت باقي عاقل فهمتي هو راه ما كان كيتكيف ما والو واللي عنده واحد الضو احمر كتدخل لهداك البيت كيبوقك بالموسيقى والله العظيم فوالا ملي دخلت عنده فوالا ملي دخلت عنده فهمتيني كنت كندخل عنده كنسمع وهادي كنبقيت كنغني من بعد دخلت للراب بديت كنرابي وداكشي يعني ف... وين ما قريت كبر كبر بواحد ستيل دونك تاع عربي كلاسيكي كومون دونك خديتي العقل ديالك في الاول احسن ما يكون في الموسيقى العربيه وديت راسي حتى مور الراب حاولت نجلس واحد الوقيته ملي دخلت للراب لقيت الراب هو لو ستيل الوحيد اللي خص يكون عندك واحد الكالتشر ميوزيكال واسع فهمتيني واسع بزاف خاصك تكون كتسمع العيون الشعبي العيون خديت واحد الثقافه اليوم قلبت مزيان في العيوط ديال المغرب لي غامبي في ميريكان في الجاز في البلوز في الروك في البلاك ميتال في الميتال فهاد الشيء كامل خديت واحد الفكره ديالي فهمتيني ملي جيت نجلس اش لقيت عندي واحد الباجاج ديال الموسيقى دونك بديت ملي كيكون عندك الباجاج وكتبدا تهز منه اشنو كيخرج كتخرج شي حاجه اوريجين فوالا هذاك الشيء اللي كنت باغي انا هو باقي هو الهدف ديالي وهو الاوريجيناليتي في هذاك هو الفنان يعني الفنان ماشي هو اللي كيبدا هذا هو الفرق متانسبيغا من هذا وكيبدل يعني شي حاجه اللي كانت كرياسيون اوريجينال هذا هو الفرق ما بين السيد اللي كيبان لك ارتيست والحريفي دابا كاينين بزاف ديال الحريفيه والفرق ما بين داك اللي ما كيمشيش بعيد والاخر اللي تيقول لك علاش وصل تو سامبلومون باسكو كيخدم بحث حاول يجيب الجديد الارتيست ملي كتسمعوا انا هذه رساله بغيت نعطيها للناس باش تفرق بين واحد ارتيست وبين واحد حريفي في الموسيقى هذاك الارتيست كتسمع فيه لوريجيناليتي يقدر يبان لك كيخربق ولكن المهم هو لوريجيناليتي اما الحريفي كتلقى داك الشيء فهمتي كيدخل في واحد المرض اللي سميتو المونوتونيا فهمتيني كيبقى فهمتي بداو كيتعاطاو الدياسك ديال الشعبي بلا يمشي فهمتيني فهمتي كيبقى غادي يتابع فوالا فوالا مي خاص واحد شويه ديال لي دو دونك نعطيو البوبليك شنو باغي مي اون ميم طون في واحد لاطوش بيرسونيل واحد الخدمه واحد لوريجيناليتي ماشي غير كوبي كولي كيف ما تنقولوا نقولوا علاش ما خدمش ولا علاش ما هادي باسي نورمال باسكو ما جبتي والو جديد تو سامبلومون ما فاجاتيش لو بوبليك ولو بوبليك فوالا مساله اللي وقع حتى في التلفازه دونك يمكن دابا السبيكتاتور المغربي حتى هو تي سون فيغ اكسبري انكونسيامون تي كومباري تي قارن باسكو كيزابي كيتفرج في قنوات برامج اخرى دونك اوتوماتيكمون في لا ديفيرونس ان توكا غادي نعاود نرجع لو سينجل بروبوسيونيل ديالكم اللي نتوما معنا عليه هاد العشيه هادي واللي هو كان سريع نهضروا على لو كليب ديالو اللي فيه كومام جديد دونك شكون مولد الفكره وعاودوا لنا على هذا الكليب هذا سي زكريا العروسي باسكو فيه كومام شي حوايج جداد ديجا نتوما كنبانوا الفوق ديالكم الكتاف محيدين التيشيرتات كنبانوا النص وعلاش دابا كيما دابا النص ديال الوجه ديال زكريا النص ديال الوجه ديالك انت دابا الكونسيبت سميتو كنتسين كنتسين انني نكون مزيان كنتسين ان هادشي اللي جاي يكون حسن دونك باقي ما لقيتش النصف الاخر ديالي
داكشي علاش كيف هذا الحب هادي نو ماشي بالعكس بعيد على الحب عيب كسمعوا لا موتي ديالي ولا النص ديالي تنخمو اوتوماتيكمون لا 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 هذا النص ديالي فكريا فهمتيني النجاح ديالي في الحياه ماشي ضروري الحب دونك ما حدي انا مازال كنت سين دونك باقي ما لقيتش داكشي اللي بغيت والنهار غنلقى داكشي اللي بغيت غادي يبان النصف ديالي الله الفيديو كما قلتي كنبان نص من هنا وهو كيبان نص على الجهه اليسار كتبان على اليسار وانا كنبان على اليمين خير الله علينا ليكس داكشي الهضره اللي كنقولوا كتبان الوسط ديالنا وكتبان 3 دي 3 ديمونسيون بالنسبه للناس اللي عندهم تلفازات وداكشي 3 دي يقدر يدير نظرات ويشوف داكشي 3 ديمونسيون دونك الخدمه طلبات شنو نتوما بوحديكم اللي خدمتوا على هذا لو بروجي وعلى 3 دي ولا مع دراري ومع دي زيكسبير اون لا ماتيير 3 دي لا هي صراحه كنت طلب منه غير بي سي او كاميرا هادشي اللي انا كنت باش كنت هادشي كامل كاميرا اسمح لي غنقاطعك كنبغي نشكر واحد الصاد اللي سميتو عناق مصطفى رياليزاتور اللي عاد دار الفيلم ديالو في فيستيفال مراكش الفيلم فيلم قصير ديالو هو اللي عاوننا هو اللي فيلمينا داكشي عاوننا حتى هو بشويه ديال الافكار بالنسبه ليكليراج بالنسبه لبزاف ديال الحوايج دونك وقف معنا داك الصاد باسكو تكنيكمون اون سون كيل يا كان ميم دو طراي دونك مو جو ريكوموند دونك لي زوديتور لي كيتسنتو لينا طول موند ايكيبي دو طابليت دو سمارتفون و هذا فوز علي سو جوجل فو تابي دونك خير الله زكريا عروسي خير الله avec كانت سايل اي فوز علي طومبي سور لو فيديو كليب اي فو مانديري دي نوفيل ان توكا اون فا ريفنير دون كيلكوز انستون و بغينا نسمعو دونك شي مورسو سمو ديال زكريا سمو ديال خير الله لا ديالي mais on a aussi donc des chansons aussi dit le khir la donc les bacs عندهم على طونط عندهم على سينجل جديد اللي سميتو كنساي وعندو واحد ديسك واحد اخر اللي سميتو داكشي اللي كنساي داكشي حيت دابا ديسك انا كنت حلمت واحد الحلم هذا قبل من الديو مع زكريا قبل واني حتى هو الخدمه معاه اي بروجي اي بروجي بروجي كنخدموا معاه اي بروجي ديالو هي البروجي ديالو كنخدم معاه وعاوتاني ان ديتاي تري امبورطون سي كو كاع اغاني اللي غادي نسمعو عندهم لي كومبوزيسيون ديالكم اوريجينال ماشي انسترو انترنيت ولا شي حاجه اي سي بور سا كنت نقول لهم تبارك الله قلت لك القضيه ديال هذاك الديسك ديال داك الشيء اللي كيتسان كنت حلمت واحد الحلمه ديال انني مت خير وسلام كنت حلمت بصح حلمت مت وطحت في القبر وفهمت واحد الطوني في القبر هي غادي تعيش ان شاء الله بزاف تقول لك لا لا فوالا وعشت ديك اللحظه ديناصور قلت لك كنت عشت ديك اللحظه ديال ان الانسان ملي كتحط في القبر وديك الخشوع وداك الشيء دونك ملي فقت اوتوماتيكمون فقت استوعبت شنو حلمت قلت علاش هادشي هذا خصو يخرج للناس خص داكشي اللي حسيت بيه خصني نقولو للناس دونك جاتني الفكره وهادشي باش كينفع الفن انك كاع داكشي اللي كتحس بيه كتخرجو للناس جاتني فكره انني ندير ديسك كندوي فيه على انني فهمتي واحد ميت او ميم طون هو كيدوي اشنو كيطرا لي هزوني جوج يدين بالفاف ابيض وميت حطوني في التراب دونك هاد الكلمات هادو كاملين شفتهم فهمتيني بحال درت السيناريو ديال داك الحلم بغيتي تبارطاجيهم مع لي بيبليك مع الناس درت فوالا درت السيناريو ديال ديك درت السيناريو ديال ديك الحلمه اللي حلمت دونك حطيتها عجبات الناس بزاف كاين اللي كيقول لي بول شني كاين اللي عجبو كاين اللي ما عجبوش اوسي الفيديو كاين الفكره ديالي الفيديو كان داكشي اللي كنقول داكشي اللي كنقولو في التراك كنكتبو كنكتبو حاجه عندي كنكتبو انا في العربي دونك بديت كنكتبو خطات خطات كنخطط داكشي اللي كنقول وفي الاخر كنخرج ديسك ال ام بي وفي الاخر كنخرج راب بغيت ندير ديك لا تشوش ديالي ديك لا بتيت لو بتي كلان دوي فوالا انا رابور ماشي خير الله انت عرفتي هاد السميه ديال داكشي نعم خير الله دونك خير الله كنيه ديالي خليتيها قلت نستغلها كلشي كنت عجبو الكنيه من الشيء من الراب كنت يا خير الله اوكي دونك خليتيها ما ديك اي كاين لا والو خير الله اوريجينال برودكت اون بالونسي سيت سانكيام بيست دونك كي نو دون اون ايدي سور داكشي اللي كنساين دونك le morceau qu'on propose, Khayallah.
هذيك الامبيونس في الموسيقى ولا كومبوزيسيون هذاك الشيء اللي حلمتي به نتايا تو سامبلومون كانت الفكره ديالك سي لا ما كانش الفكره ديالي في البروجي هذا كان المونتاج ديال الفيديو والميكساج وداك الشيء كان ديال كيتخدم داك الشيء حلم بها حتى هو داك الشيء اللي بغاه تو سامبلومون اي سي ستر خير الله خير الله كي اونديو مع السي زكريا العروسي زكريا العروسي اللي حتى نتايا رابيدمون على ما فهمت دونك كتعرفوا هذه 6 سنين ما بديتوش اون ميم طون نتايا كيفاش لقيتي راسك حتى نتايا في الميدان في الغناء لا فامي انا في هذا الغناء انا بديت تعرف على الموسيقى ملي كان عندي شي 11 عام بحال هكا كان الوالد كان خد واحد المسجله وبديت كنحفظ كاع الاغاني اللي كان كيجي كل ساعه انت من بعدك في العائله كنت شي عندك في العائله كنتي غني ولا تلعب بشي اله ولا شي حاجه لا ما نقولش لا العائله ديالي كلها ما عندهاش انت الغناء جاك هكا موهبه مع عند سيدي ربي اعتبر صافي وبديت من تما كنغني وعارف الربي نبي راسي شو كنتي كتغني؟ كتغني اكثر هذاك الشيء اللي زامريكان اللي الراب تم راب كنت كنراب بين حفظت شي حاجه ديال الراب وكنت كنحفظ الاغاني ديال كنا هادين كيما يقولون صافي تما كاين وديت في الهادشي ديال البرودكسيون هادي حتى لشي 2009 بحال هكا 2009 يلاه ديك الساعه كنتعرف على البرودكسيون هادشي ديال شي الفوني كلشي عمرك ما خممتي تقرا الموسيقى السولفيج تعلم تلعب شي انسترومون وي تعلم دابا راه كيلعب تقريبا كاع لي بغيت حد كومبوزيتور ولا بدا تيكونوا شي ميتريزيو بلا باش يديروا ولكن الناس سبيسياليزيتي في البيانو البيانو حيت تقول كومبوزي بيت تقريبا كلشي باش كومبوزي مزيان دونك بيانو مزيان ومن ناحيه القرايه ديال السولفيج كنت فكرت في القضيه شحال مره ولكن ما قلت ما كاينلاش ماما تبان لي القضيه البرودكسيون مزيان اكثر قلت مش غادي في البرودكسيون ودابا راه ميم بالنسبه لان برودكتور سو كون تي ميتريزي كو ميم لو سولفيج دونك تلعب بلوس بلونغاج الموسيقى الا كنتي فاهمو وقاريه جو بونس ان توكا تبارك الله عليكم زكريا العروسي ونبقى بيان سور لي باسول مع السي خير الله مرحبا بك معنا خير الله الله يعطيك الخير تو سامبلومون كنعاود نذكر بان لي دو دونك دو جون ارتيست اللي جايين من مدينه المحمديه مدينه المحمديه بيان سور كنعرفو حتى هي عندها ان كرون بوتونسيال دو جون بزاف ديال لي ديسيبلين حنا بيان سور اوني توجور لا اوفير سور شان انتر بور لور دوني لا بارول ونجيو نخليوهم يدافعوا على سكيل فون اي لو رياليزاسيون اللي عاجبهم واللي حتى ما عاجبهمش حتى هما جاو يتكلموا عليه باش نعرفوا شنو سو كي كلوش تو سامبلومون باسكو اون با ريزودر لو بروبليم سي اون نو لو كوني با ان توكا كنعاود نذكر بان لا بريزونس ديالهم هاد العشية هادي سيتي سورتو بور لا بروموسيون ديال لو ديو ديالهم كان ساين دونك ديو كي ادروا ان فيديو كليب ان 3D فو بريسيزي لي بغيت تفرج جوستومون في لو كليب سي تو سامبل دونك يمكن يمشي لجوجل تو سامبلومون اي تابي خير الله فيتورينغ اون ديو افيك زكريا العروسي كان ساين غيخرجوا ديريكتومون في لو ليان بوغ الي سور يوتيوب وتفرجوا في هذا لو كليب 3 دي اي اون ميم طون بور سو كي سون ايكيبي ياك خير الله لو ايكيبي بشي تيليفيزور وعندو لي لونيت 3 دي يقدر يشوفهم يقدر يشوف داك الشيء 3 دي حنا كنقول حنا دابا كنورغانيزيو لواحد القاعه ان شاء الله في دار الشباب اللي غادي دابا حاليا كنجمعو غير في النظاضر اللي نقدروا نخدموا باش ديروا لا بروجيكسيون 3 دي غادي نديروهم وغيكون داكشي ان شاء الله اللي يقدر يجي ان شاء الله راه غادي نحطو لانونس في فيسبوك ديالي شي سيرونس بروجيكسيون 3 دي بلي لونيت لي كونكيف وغادي باش يشوفو حيت هاد القضيه هادي جديده وباش نبينوها خصهم يشوفوها الناس وهادي حيت ما يمكنش الناس كاين اللي عنده التلفازه هاديه في الدار ما غاديش يستافد من لا كاليتي 3 دي جوستومون ما عرفش شنو هي لا ديفيزيون اللي حتى هو دونك من المحمديه انا من المحمديه ام سي دروا دونك دروا زعما كيفاش قانون ولا نيشان نيشان انا جوج اون فيت فوالا دونك حيت هو فهمتي راه من الناس ديال الصحراء دونك الناس ديال الصحراء راه غير نيشان ام سي دروا دونك اي بورت بيان سون نون سميتو بيان سور الحسن دونك دو سون فري بريزون حتى انت راه بقيت شحال هادي مع 2011 من 2011 وانت في الميدان دونك كان سولو ديما ولا مع شي جروب سولو دوزنا جروبات ولكن ما كنتش يا والله خدام سولو خدام عندي تيم ديالي خدام معاه و يوم ميم طون كتخدم دي ديو بحال هادي خير الله علاش اختاريتي ام سي الدرو ام سي الدرو من القدماء المحاربين في مدينه المحمديه ديال الراب من يامات ماشي قديم بزاف ولكن كوميم 2011 من الناس لا الدروه ماشي قديم
من الناس اللي فهمتيني كيتقاتلوا على قبل الموف في المحمديه اللي هو اللي من نوضيف من الجروب ديالنا نوضيف ديال المحمديه من بيناس من بزاف ديال الدراري بيناس دايوغ ها وي كان جاتكم ها الوالد هو ديال لي ريبورتاج العربيه الفصحى اللي وي وي اللي في التيم اللي مع اللي كنا فيها حنايا اللي كان فيها ام سي الدروا كان فيها مو ام بي كان فيها محمد الشرطي اللي هو كنا تيم وحده و ام بي راه هو اللي خو بيناس كومبوزيتور ديال التيم اللي خو دونك الدروا كيعجبني اول حاجه كيعجبني لو ستايل ديالو كيخدم اوريجين دونك انفيتاني في واحد الروفران باش نديرها معاه في واحد الديسك ديالو جديد دونك ما ترددتش حيت ديجا كانوا بيناتنا بروجيات ما كملوش نظرا لضيق الوقت وي دونك لقيت هذه الفرصه خدمت معاه واحد الريفران اللي غادي يكون ليها ان شاء الله كليب اللي غادي يشوفوه الناس ان شاء الله ان شاء الله وانت خير الله اللي بغى يبقى معاه كونتاكت دونك كاين سور فيسبوك اللي بغى تما اكسبتي طول الموند عندي الفيسبوك ديالي لا بصح عندي واحد الفيسبوك ديالي اللي هو بريفي اللي فيه الناس اللي كنعرف بيرسونيل وكاين الفيسبوك العادي وكاين لاباج ديال الخدمه هذاك ديال الخدمه نقدر كنت خير الله توصل فيه تافي خير لا ماشي هي ماشي باش كنعزل الناس غير هو باش تبقى واحد الفيسبوك فهمتيني اللي فيه الناس كتقدر تدوي مع كلشي وداكشي لا يلا فامي تقدر تبوستي فيه التصاور اللي كاين هنا ما تبوستيهمش في الاخر داكور شي حاجه بريفي شي حاجه بيرسونيل فوالا كنبغي انا من طبيعتي كنبغي نخدم بروفيسيونيل دي مويان فوالا كنبغي نخدم دي مويان صغار وتخدم بهم يعني بروفيسيونيل وتخدم نقي فوالا تو سامبلومون كتبارك الله عليك زكريا عروسي دونك حتى هو كومبليس سي لي لو كونتور كومبوزيتور دونك دو لا ميوزيك اي اون ميم طون حتى هو عنده لا كارير ديالو سولو كاين لو ديو اللي هضرنا عليه واللي خدامين نتوما على لا بروموسيون ديالو سامتين رايت دونك سا سي بالانكلي هذا اللي حتى هو شنو داخل مع لي تراك جداد هذا ان شاء الله غادي نلوحهم من قريب في الفالنتاين حيت كيدو شويه لا 14 فيفري كي سوري كي ايوا هذه اللي كان انا بغيت شي بركه ديش كثر من هادشي المهم هذا هو اللي كاين دابا غادي يجي ان شاء الله وخدم على دوت شوز خدم على دي تيكست شي حوايج بالعربيه بيتيت كاين حاولنا ندار معاه باش يلعب بالعربيه هذا هو جيماجين باسكو اللي كيكون مشى فداك حتى بالعربيه كيلعب واعر ماشي سهل هي كيستيون دو كوراج ما كيزعمش كيقول لك ما تطلعش ولا ما تصدقش بحال هذاك بحال غنحس انا قراسي اني ولفت انني غندير بلونغلي صافي خديت انني غندير ديما بلونغلي ولكن ني جا واحد القرار اخر Je sais au moins, je connais au moins le nom d'un invité. Le 14 février prochain. Tu peux marquer, Chahid, le 14 février pour le Zakaria. En tout cas, Mahbab et Kofi n'est qu'une jadid. Ral, Ishara, tout simplement. C'est très bien. Nous avons dit qu'il y a la radio de Yankoum. Le track de Yankoum, c'est un radio. عجبهم قالوا لنا هادشي اللي كديروا واعر ولكن جادور ديك انت مي باقي ما بنتوش شي شويه دونك خصكم تبانوا شي شويه فهمتيني داو لي فيو كذا دونك عاد باش انت ملي دويت معاك السلام عليكم وعليكم السلام هذه راه عندي وهذه 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 واخا صيفط لي نسمع سمعتي اللعيبات عجبوك عيطت لي قلت لي مرحبا بك
كنشكركم على هذه القضيه. ميرسي بوكو. انا ماشي كندافع، انا فهمتك حيت كيف ما قلت لك حنا ماشي راديو مزيانه نيتشورلي هضرتي على هذا السوجي هذا كوم سا كيف ما قالوا فهمتيني اون اون فو بروفيتي طول الموند باسكو الفرق ما بين هذه الراديو اللي انت فيها تسوى شين انتر ولا الامازيغيه ولا الاذاعه الوطنيه هادو سي دي شين ديال الدوله، هادو سي دي شين ديال كاع المغاربه، هادو سوني با دي شين بريفي. دونك سي نورمال ما كاين لي راديو خصهم حتى هما يكون لو بوبليك ساتيسفي. دونك دابا الامور شي شويه تبدلت. انا فهمت شنو كنتي غتقول لي بان الراديو هو اللي خصو يبين الارتيست وهذا عرفت كتقول لي. ولكن حنا دابا في القرن 21 في 2015 كما تنقولوا شي شويه الدعوه تقلبات ولا الترمومتر هو انترنت. دونك دابا حتى لي راديو سو سون ادابتي خاص لو مورسو يكون خدام مزيان في الانترنت باش يديروا عنده هو في لونتين. اي سي فري كافون سيتي كونتخيت سيتي ان مورسو تيخصو يدوز في الراديو ويخدم عاد نديرو ليه الكليب دايوغ تيشوفو شكون هو المورسو اللي يخدم مزيان في عاد الكليب ويخدم مزيان في الانترنت بوغ اتخ بروغرامي. انا القضيه كيما دويت انا غندوز ليها انا ما عنديش لي موايان باش غنخدم كليب. فهمتك فهمتيني الله يرحم الفيديو. ما عنديش لي موايان باش غندان. دونك كيفاش غادي يقدر الراديو ديالو؟ انا عندي واحد لاك بغيتو نبينو للناس. دونك الراديو هنا فين كيخدم؟ هنا فين كتخدم؟ وهادي لا ميسيون ديالنا حنايا اون طونك سيرفيس بوبليك. دونك انت عندك واحد لو مورسو سيفتيه لينا خاص يكون الشرط في شور بيان سور عرفتي شنا هما. دونك ما فيه واحد ما فيهش قله الاحترام ميساج كلير وباين دايز وهذا نعطيهم سجل مزيان تري امبورطون لا كاليتي سا. علاش ما نعطيو الفرصه حتى الناس يكتشفوا شنو كيديروا هاد نوفيل جينيراسيون توكا. هذا السوجي ولا مزيان اللي جبتيه باش نعطيك انا جواب فوق لو بوفوار عرفتي دي بوتيت راديو اللي تاهم معولين على واحد لنا خصهم يربحوا خصهم هذا سوكسيس سي توتا في نورمال. توكا كنشكر زكريا وكنشكر خير الله وكنقول لكم تري تري بيان تو لي زامي ان شاء الله. ميرسي وكنشكر اوسي ام سي الدروه اللي حضر معنا.